الأحد، الأول من آذار عام 98 في مدينة مونتون في نيو برونسويك، حصلت جريمة وحشية. كان هناك الكثير من رجال الشرطة، بدوا مذهولين جداً. قال الكثيرون منهم أنهم لم يشاهدوا شيئاً كهذا أبداً. قبل أن يتم إغلاق هذه القضية، سيفتح صندوق باندورا الذي لن يصدم المجتمع فقط، بل الدولة بأكملها. كان هناك آثار علامات طعن وحوادث عنيفة، لدرجة أنها تبشر بحوادث متسلسلة ستبدأ بحدوث. بالإضافة إلى الشرطة، هناك من يسجل تحركات عنكثب على الأفلام والأوراق والأشرطة. إنهم أول شهود الرأي العام، فمن خلال عدساتهم يقومون بالتقاط أكثر فصول جريمتنا ظلمة. الرابع والعشرون من نيسان عام 85 في نوفا سكوتشيا، ميناء هاليفاكس، الطريق الذي يؤدي إلى المدينتين الرئيسيتين، عاصمتها هاليفاكس ودارتموث على الجانب الشرقي للشاطئ. في هذا المساء الخاص ليوم الثلاثاء، تستعد جيل توكر التي تبلغ 17 عاماً للانتقال من شقة والدتها إلى دارتموث. كانت مسرورة لحصولها على عمل في مصنع تعليب الأسماك في الساحل الغربي للمقاطعة. كانت جيل قد أرسلت حقائبها مسبقاً مع صديق لها، ولم يكن معها سوى ملابسها. قدمت لها أمها ماري ليك النقود من أجل الباص، لكنها لا تستطيع أن تحصل عليها حتى يفتح البنك في اليوم التالي. قررت جيل ألا تنتظر النقود وأن تمشي حتى تركب سيارة. عند الساعة الخامسة من مساء ذلك اليوم، ركبت جيل سيارة قديمة تاركة دارتموث وحياتها الماضية خلفها. بعد مرور عدة أيام، لم تسمع ماري ليك أي شيء من ابنتها، وقامت بإبلاغ الشرطة التي بدأت بتعقب تحركات جيل في أرجاء المقاطعة. خلال أشهر قليلة تعرفت الشرطة على موديل السيارة، لكن ذلك لم يساعدهم في الوصول إلى شيء، فقد كانت من ضمن مركبات عديدة توقفت لاصطحاب الشاب. تعقبت الشرطة جيل حتى قرية ويماوث في نوفا سكوتشيا، لكن توقفت المحاولات هنا. في تشرين الأول عام 85، بعد مرور 6 أشهر على اختفاء جيل توكر، كان رجل يتنزه مع كلبه في الغابة الواقعة جنوب ويماوث عندما وجد شيئاً فظيعاً، بقايا هيكل عظمي لإنسان. وجدت الشرطة بعض الملابس بالقرب من المكان. لم تكن هناك أي دلائل على دفن الجثة، واستخدم المجراف لإزالة ما بقي من الجثة. بعد يومين تم التعرف على الجثة من خلال سجلات الأسنان والمجوهرات التي وجدت في المكان. إنها جيل توكر ذات 17 عام. أوضح الطبيب الشرعي بأن الفتاة تعرضت للطعن عدة مرات من الجانب بسكين حادة، لكن لم تكن الشرطة قادرة على ربط الجريمة بأي مشتبه به. بالنسبة لعائلة جيل والشرطة، كانت تلك هي النهاية، لكن في الواقع كانت تلك هي البداية فقط. مع مرور السنين، أصبحت جريمة قتل جيل من ضمن إحصائيات المئات من جرائم القتل غير المحلولة في أرجاء كندا. في عام 98، أرادت الشرطة إغلاق الملف، لكنهم أبقوه مفتوحاً فقط بسبب إصرار والدة الضحية التي ما زالت تؤمن أنه في يوم ما سيربطون اسماً ووجهاً بهذه الجريمة الفظيعة. شباط عام 98 في مدينة مونتون، كانت عطلة نهاية الأسبوع ممطرة، وهو الجو المعتاد في هذا الوقت من السنة. مع عدد سكان يتجاوز 100,000، تعد مونتون مكاناً يجد فيه غالبية الناس الأمان والاستقرار. تعد مونتون بشكل أساسي مدينة هادئة وحيوية، إنها متطورة ومعظم سكانها يعملون في الصناعة وبجد.
إنها مدينة صغيرة ولها عقلية المدينة الصغيرة، مع أنها ليست صغيرة ولا كبيرة. في شقة في أحد أحياء مدينة مونكتون الهادئة، تعمل جوان هيكس البالغة 48 عاماً على تحضير ابنتها نينا للنوم، حيث تقيمان في مونكتون منذ حوالي 6 أشهر. جاءتا من ميناء موس غريف نيوفاوندلاند مقاطعة الجزيرة، حيث أمضت كل منهما حياتها هناك. لكن بسبب ظروف غير عادية، اضطرت جوان لترك مدينتها الأصلية وبدأت حياة جديدة في مونكتون. كانت تساعد الأشخاص الذين يقعون في المشاكل مع القانون في نيوفاوندلاند. وجهت تهمة لأحد هؤلاء الأشخاص بالاعتداء الجنسي، وتم إرساله إلى سجن دورشستر. كانت تكتب رسائل إلى صديقها. طلب منها صديقها قائلاً: يوجد أشخاص آخرون هنا يرغبون باستلام الرسائل. ومن هنا دخل أوبري سباركس. يوجد هنا رجل وضع في السجن لقتله زوجته. بدأت بالكتابة له. أصبحت هذه الرسائل بشكل واضح رسائل غرام، لهذا قررت أن تنقل إلى مونكتون لتكون قريبة منه ولترى إذا كانت هذه العلاقة ستنجح. كانت عائلة جوان قلقة لأنها لم تقابل أوبري سباركس مطلقاً، فقد كانت وسيلة الاتصال الوحيدة بين جوان وأوبري المكالمات الهاتفية وتبادل الرسائل والصور. حاول جميع أفراد عائلتها وأصدقائها في موسغريف هاربر أن يقفوها عن هذا. حاولوا معها مراراً لكي يقنعوها بالعدول عن المجيء. كانت ابنة جوان جودي من بين أفراد العائلة القلقين. لم أرغب في أن تذهب، لكن كان ذلك قرارها بالذهاب إلى مونكتون. كان هذا كل ما نقدر على القيام به. كانت نينا قلقة بخصوص الانتقال إلى مدينة جديدة. قبل مغادرتها أعطت نينا عمتها صورة لها وهي ترتدي لباس يوم الأحد. كانت تقول: إذا حصل لي أي شيء انشري هذه الصورة حتى يتمكن الناس من إيجادي وإرجاعي إلى المنزل. كان عمر نينا 11 عاماً. كانت تحب الذهاب إلى الكشافة والكنيسة ومدرسة يوم الأحد واللعب مع أصدقائها. لم يكن هناك أي وداع. عندما وصلوا إلى هناك قاموا بالاتصال، وكان هذا كل ما في الأمر. لفترة قصيرة عاشتا في ملجأ في مونكتون. وقتها صادقت جوان الشابة تامي ماكلين وهي في 22 من عمرها. كانت تامي تعاني من مشاكل مع صديقها، وقد وجدت في جوان القلب العطوف وحب الاستماع. من الملجأ انتقلت جوان ونينا إلى شقة أرضية. كان السكان قد أحبوا جيرانهم الجدد ووصفوهم بالجيران الودودين والخجولين. التحقت نينا بمدرسة قريبة اعتادت عليها. اتصلت نينا، سألتها عن المدرسة. كانت تحب الذهاب إلى المدرسة. كانتا في شقتهما وكانت تبدو مسرورة. كانت تامي ماكلين وصديقها يزوران الشقة بشكل مستمر، يتوقفان لشرب القهوة أو للعب الورق. لكن في ليلة 28 من شباط عام 98 جاءت تامي ماكلين وحدها. ما نعرفه أنه في ذلك اليوم تلقت جوان هيكس مكالمة من صديقتها تامي. كان لدى تامي مشاكل مع صديقها. قالت بأنها تريد الخروج، لهذا دعتها جوان إلى شقتها. كانت تامي مضطربة بشكل واضح، وقد أمضوا الكثير من الوقت في الحديث. أرادت جوان أن تتأكد من وجود مكان تذهب إليه حتى لا تصبح ضحية أو أن تعلق في المشاكل. في الساعة 5 صباحاً توقفت سيارة تاكسي أمام البناية. لاحظ السائق امرأة أخرى تقف مع رجل في المدخل. عندما ابتعدت شاهدهم السائق يدخلون إلى المبنى. إذا كانت المرأة الموجودة في المدخل هي جوان هيكس، فقد كانت تلك هي المرة الأخيرة التي تشاهد فيها على قيد الحياة. الأول من آذار عام 98.
استيقظت مدينة مونكتون لتشهد يوم أحد آخر كئيب. لكن في هذا الصباح الخاص كانت مشاعر سكان مدينة نيو برونسويك على وشك أن تهتز بعنف. في ساعات الصباح الباكرة دخل رجل اسمه غلين بينيت إلى مركز شرطة مونكتون وكان هائجاً وخائفاً بشدة. قام بإخبار الشرطة هناك أنه شاهد جريمة قط وحشية لم يستطع أن يوقفها. قال بأنه كان خائفاً جداً أثناء حدوث الجريمة، لهذا لم يستطع القيام بشيء، لكن فور رجوعه إلى وعيه ذهب إلى الشرطة وأبلغ عنها. ذهبت الشرطة ورأت الضحايا. قبل الساعة الثامنة من صباح ذلك اليوم تفاجأ سكان أحد أحياء مونكتون عندما رأوا سيارات الشرطة تتوقف أمام إحدى البنايات. طلبت الشرطة من مشرف البناية أن يفتح باب الشقة الأرضية التي تعود للمستأجر الجديد. وجدت الشرطة جوان هيكس ممددة على الأرض قرب الحمام غارقة بدمائها. قاموا فوراً بإغلاق السلالم التي تؤدي إلى الطابق الأرضي وبدأوا البحث عن أدلة. كان جزء من المدينة في المنطقة الواقعة على بداية المنحدر. كانت الشقة رقم 3 من الطابق الأرضي حيث تطل نوافذها على الشارع. أشرطة الشرطة في كل مكان. اكتشف المحققون أن جوان تعرضت للطعن والخنق وقطعت حنجرتها بسكين حادة، وأن ابنتها نينا البالغة 11 عاماً مفقودة. كان هناك أحد نائم في السرير في غرفة النوم، لكن وجده المحققون فارغاً. لم يكن حمام غرفة النوم كذلك. كانت الفتاة الصغيرة معلقة في الحمام عندما وجدناها. من الممكن أنها تعرضت للخنق قبل ذلك، ومن ثم تم تعليقها في الحمام. كان منظراً مرعباً. كان المنظر مخيفاً جداً، لدرجة أنه تم استدعاء فريق أطباء نفسيين خاص إلى المكان. كانوا منزعجين جداً، وقال العديد منهم أنهم لم يشاهدوا شيئاً كهذا من قبل. يوجد العديد من مشاهد جرائم لن أنساها أبداً. يجب أن يكون لديك القدرة على التحمل، وإلا لن تقدر على العمل. تحدثت الشرطة مع الجيران، وتذكر أحدهم أنه سمع أصواتاً عالية من أحد الشقق، لكنه لم يكن متأكداً من أي شقة. عندما انتشرت أخبار الحادثة، أصبح سكان الحي الهادئ مذهولين. تعد مدينة مونكتون من المدن التي يعرف فيها الناس بعضهم بعضاً. ما زال الناس فيها لا يقفلون أبوابهم حتى هذا اليوم. لهذا إن حصول شيء كهذا في المدينة أثر على كل شخص، فقد كان الجميع يتحدث عن هذه الجريمة. كانت جوان ونينا هيكس تعيشان في مونكتون منذ فترة قصيرة. عند الظهر في مدينتهم موسغريف هاربر نيوفاوندلاند وصلت الشرطة إلى منزل ابنة جوان جودي وولديها. كانت جدتي موجودة في منزلي. ذهب تايلر وديلون إلى الباب وجاء وقال لي: أمي، إن الشرطة موجودة على الباب. قلت: حسناً، من المحتمل أنهم يقومون بجولة في الجوار. ثم قاموا بطرق الباب، وعندما ذهبت لأراهم كانوا الشرطة الفيدرالية الكندية. كان هناك ضابط إسعاف من الجيش وزوجته. دخلوا وطلبوا مني أن أجلس. في البداية تفكر بوقوع حادث. كما تعلم، ربما تعرضتا لحادث سيارة أو شيء من هذا القبيل، لكن ليس الموت. عندما سمعت الأخبار وأدركت كيف توفيتا، أصبت بالانهيار. اتصلت مع مونكتون، أخبروني بأنه يوجد هناك شهود عيان. أخبرت الشرطة جودي بأن رجلاً اسمه غلين بينيت كان شاهداً مرعوباً في منزل والدتها ليلة وقوع الجريمة.
لم أصدق أن شخصاً ما يمكن أن يكون هناك وشاهداً على ما حصل، لكنني علمت أنه الشخص الذي بلغ الشرطة عنها، وهكذا عرفوا من قام بقتل أمي ونينا. بناءً على ملاحظة أخرى من الشاهد جلين، اقتربت الشرطة من شقة بطابقين في جزء آخر من مدينة مونكتون بعد فترة قصيرة من اكتشاف الجثث. إنها شقة الشابة تامي ماكلين، لكن في هذه الأثناء كانت الشرطة مهتمة أكثر بصديقها. علمت بأنه كان صديق أمي وأنه كان يذهب إلى هناك برفقة صديقته، وكانت علاقتهما حميمة مع أمي. كانوا يلعبون الورق أو يقومون باحتساء القهوة معها كما أظن. وفقاً لأقوال جلين، إن الرجل المسؤول عن الجريمة هو مايكل ماجراي في 34 من عمره. لو لم يكن هناك شهود عيان كان من الممكن أن يهرب مايكل ماجراي بفعلته. ألقت الشرطة القبض على ماجراي أمام بيت صديقته، وضع بعد ذلك في السجن، ثم أحضر إلى محكمة مقاطعة مونكتون لمحاكمته. كانت أول مرة سمعت بها اسم مايكل وين ماجراي عندما اتصلت مع موظف الاتصالات في الشرطة الكندية الفيدرالية. كنا نتصل كل نصف ساعة، وكان يقول يوجد متهم. يتكون لديك شعور عندما كان مساعد المأمور يقوم بنقلهم عن الشخص وعن درجة شعورهم بالذنب من خلال طريقة جلوسهم بعيداً عن الباب، لأن الصحفيين ينتظرون بكاميراتهم لالتقاط الصور. عندما ظهروا مع مايكل وين ماجراي وقفوا بعيداً عن الباب حتى يتمكنوا من تصويره مقيد اليدين ويتم إدخاله إلى السلالم. إنه شاب في مقتبل العمر وكان رأسه إلى الأسفل، لكنه لم يحاول الاختباء. كان يعلم بأن عليه أن يمشي وقام بذلك. كانوا متأكدين من أنه القاتل، ولم أرد لأي عائلة أخرى أن تمر بما مررت به. بوجود المشتبه به في السجن، على المحكمة أن تعلم لماذا حدثت هذه الجرائم الفظيعة أولاً. بحثوا عن الإجابات لدى مايكل وين ماجراي، لكن لم يكن أحد مستعداً لما هم على وشك أن يعلموا. آذار عام 98، اهتزت مدينة مونكتون نيو برونسويك بوقوع جريمتي قتل فظيعتين. دفنت الضحيتان جوان هيكس وابنتها نينا في مدينتهما موسغريف هاربر نيوفاوندلاند. وضع أصدقاء نينا شريطاً أبيض على تابوتها، وقام زملاؤها بتقديم تحية خاصة لوداعها. موسغريف هاربر مكان صغير جداً والجميع يعرفون بعضهم هنا، وكانت الصدمة تبدو عليهم بشكل واضح جراء ما حدث. أي إنسان يمكن أن يفعل هذا بأمي ونينا؟ كيف يمكن لرجل أن يقتل طفلة صغيرة وأمها؟ لقد كان عابر سبيل، وأتوقع من خلال قراءاتي بأن الشخص المضطرب عقلياً يظهر هذه الميول وهو أصغر سناً. يخضع سجل مايكل وين ماجراي الإجرامي للفحص، كما يقوم المحققون بالتحقيق في تهمه السابقة. أمضى مايكل طفولته في المنازل الجماعية ومراكز الإصلاح. في بداية مرحلة مراهقته طرد من منزل والده وبدأ بالانتقال من مدينة إلى أخرى. عندما بلغ سن الرشد سجن عدة مرات بشكل أساسي بسبب السرقة وتخريب الممتلكات. في بداية عمله ارتكب إحدى هذه الجرائم في مكان يبعد 140 كيلومتراً عن مدينة مونكتون في مدينة سين جون. في تشرين الثاني عام 87 في سين جون، توقف سائق تاكسي يعمل ليلاً ليحمل ثلاثة رجال.
في نهاية الثمانينيات كانت سان جون مدينة صناعية جدا، وقام محققون بالتحقيق بشكل أساسي بجرائم كثيرة تتعلق بالعنف، لهذا يبدو أنهم يقومون بهذا اليوم. إن ما حدث بشكل رئيسي هو أن الرجال الثلاثة اجتمعوا وخططوا لسرقة سائق التاكسي. كان أحدهم هو مار دانييل جيبونز يجلس في المقعد الأمامي بجانب السائق، في حين جلس شريكه مايكل وين ماجري ونورمان وورين في الخلف. عندما وصلوا إلى الموقع أبلغوا سائق التاكسي بأنه يتعرض للسرقة. قام بحركة لإخراج محفظته، لكن كان بحوزة مارك جيبونز سكين، وكان قادراً على طعن يد سائق التاكسي بالسكين. تركوا المكان وهربوا بعيدا. وصلت الشرطة وبدأت بالبحث عن المشتبهين الثلاثة. كان أول شخص وجدوه هو مارك جيبون، لكن كان الأوان قد فات على اعتقاله. قام بشق طريقه إلى أسفل مركز تسوق في سان جون، وجده البواب الذي قام بدوره بتبليغ أمن مركز التسوق الذين قاموا بإبلاغنا بأنه مات. قام المحققون بالتحقيق فوراً في سبب الوفاة، وهو طعنة واحدة تحت القلب مباشرة. في الواقع كانت الإصابة بمحاذاة القلب مباشرة، كان هذا ما حدث بشكل أساسي، ومن الواضح أنه ذهب لطلب المساعدة. في لحظات أصبحت جريمة سرقة عشوائية جريمة قتل دون أي دوافع واضحة. في اليوم التالي أصبح الوضع غير طبيعي بشكل أكبر عندما اتصل زملاء القتيل بالشرطة بأنفسهم. اتصل مع مركز الشرطة يريدان معرفة إن كنا قد عرفنا المكان أو إذا عرفنا شيئاً عن مارك جيبونز. في ذلك الوقت كان لدينا جريمة قتل وكنا قد خدعنا بالمكالمة، ثم تعقبناها حتى شقة في جيرمان ستريت. وصل رجال شرطتنا إلى هناك وقام بعض الأشخاص بالهرب من الباب الخلفي. اعتقلت الشرطة شركاء مارك جيبونز في سرقة سيارة التاكسي، وهم أيضاً مشتبه بهم في جريمة القتل. في هذه الحالة كان ماجري هارباً لخرقه القانون. كان لدى نورمان سجل طويل لجرائم العنف بما فيها جريمة قتل سائق سيارة تاكسي، بحيث أمضى عقوبة 17 سنة في السجن. أخبرهم ماجري بأن وورن قام بطعن مارك جيبونز لأن السرقة فشلت، وعند مقارنة أقوال صديقات الرجال الثلاثة تأكدت الشرطة بأن لديهم الرجل المطلوب. تحدث المحققون إلى جميع الشهود الممكنين وبشكل أساسي مع النساء اللواتي تواجدن في الشقة، وقد أكدنا بأن وورن هو الشخص الذي ارتكب جريمة القتل. وجهت التهمة بعد ذلك إلى نورمان وورن، لكن عند المحاكمة وجد بأنه غير مذنب. صعق المحققون في القضية بالقرار، لكن كان عليهم أن يقبلوا حقيقة أن نورمان وورن موجود في السجن بتهمة محاولة السرقة. حصل ماجري أيضاً على عقوبة السجن 5 سنوات لاشتراكه بالسرقة. في عام 98 على ويندل ماكسويل الآن أن يدافع عن مايكل ماجري أيضاً في جريمة قتل جوان ونينا هيكس، لكن مع اقتراب موعد المحاكمة انتشرت الأحاديث بأن جوان ونينا يمكن أن لا تكونا أول ضحايا ماجري، فمن يعرف هو ماجري نفسه. في وقت ما في السجن عندما أجريت المقابلة مع مايكل وين ماجري، قام بإجراء صفقة مع رجال الشرطة. اكتشفنا بأنه قد اعترف بقتل رجلين شاذين في مونتريال في بداية التسعينيات. خلال فترة الاستجواب احتارت شرطة مونتريال بمجموعة جرائم طعن حتى الموت وقعت في مجتمع الشاذين جنسيا، فخلال فترة 12 شهراً قتل 6 رجال. في قرية مونتريال للشاذين كان هناك اهتمام متزايد. في أيار عام 91 عقد الشباب الشاذون اجتماعاً يطالبون فيه الشرطة بمراجعة التفاصيل لما يخافون من أن يكون قاتلاً متسلسلاً يلاحق الشاذين جنسياً في مونتريال.
تشكل هذا الخوف نتيجة جرائم قتل غامضة لشاذين آخرين تعرضا للطعن حتى الموت أثناء قيامهما برحلة على الدراجة في منتصف الليل في منتزهات المدينة. أمر بيرسون غولو مدير قسم الجرائم في مركز شرطة مجتمع مونتريال الحضري بإخراج الملفات الخاصة بجرائم القتل الستة الأولى. مع نهاية عام 93 وصلت التحقيقات المكثفة للشرطة إلى أنه في حين يوجد صلات مختلفة تربط بين بعض جرائم القتل، لكنها ليست من صنع شخص واحد فقط. من الممكن بأننا نتحدث عن قاتلين متسلسلين أو مجموعة قاتلين متسلسلين. قامت التحقيقات بالقليل للتخفيف من مخاوف الشاذين جنسياً في المدينة. بين عام 89 حتى عام 96 قتل 21 شاذاً في مونتريال، ومع نهاية عام 97 كانت 6 من تلك الجرائم ما تزال غامضة بعد. خلال فترة اعترافه في عام 99 لم يكن هناك أي دليل يثبت أن ماجراي كان له دور في جرائم القتل. في الواقع تم استبعاده كمشتبه به بما أنه كان مسجوناً في سجن كويبيك لاماكاسا في ذلك الوقت، ثم أوضح كيف تم إطلاق سراحه المشروط لثلاثة أيام في الجمعة الحزينة في 29 من أيار عام 91. سافر إلى مونتريال وقام بزيارة عاجلة إلى منزل في منتصف الطريق. في اليوم التالي ذهب إلى قرية شاذي مونتريال وقابل معلم المدرسة المتقاعد حديثاً روبرت آسولي في الحانة. قضوا وقتاً ممتعاً وتحدثا عن لعبة الهوكي حتى قام روبرت بدعوة ماجراي إلى شقته. في شقة روبرت شرب الرجلان المزيد من الشراب وشاهدا التلفاز حتى استغرق ماجراي بالنوم على أريكة روبرت. عندما استيقظ ماجراي صباح أحد عيد الفصح سمع روبرت وهو يرتدي ملابسه في غرفة النوم، فأمسك بسكين المطبخ. أمر معلم المدرسة المتقاعد بأن يستلقي على الأرض، لكن روبرت سخر منه فضربه ماجراي على رأسه بالمصباح ثم طعنه عدة مرات في صدره وحنجرته. غادر بعد ذلك الشقة ومعه زجاجة كحول، لكنه ترك محفظة الضحية وبطاقات اعتماده البنكية هناك. مضى أسبوع قبل اكتشاف جثة روبرت آسولي، لكن القصة لم تنتهي هناك. فخلال 24 ساعة من مقتل روبرت آسولي كان مايكل يتعقب ضحيته التالية. عاد إلى قرية الشاذين جنسياً وقابل البحار العاطل عن العمل جيتن إيثر. دعا جيتن ماجراي إلى شقته ليشرب معه زجاجة نبيذ ويشاهد مباراة للهوكي. أخبر ماجراي الشرطة أنه بعد أن رفض محاولة جيتن شاهده وهو يقع مغشياً عليه على سرير قابل للطي واستمر بمراقبته طيلة الليل. في اليوم التالي اقترب ماجراي من السرير وكسر زجاجة بجانب رأس جيتن إيثر ثم هاجمه بالسكين. قاوم جيتن وحاول أن يصل إلى الهاتف، لكن ماجراي قطع السلك. بعد وفاة جيتن غادر ماجراي الشقة ومعه زجاجة النبيذ التي كان من المفترض أن يشرباها معا في الليلة السابقة. غادر بعدها إلى مونتريال خارقا بذلك شروط إطلاق السراح المشروط بثلاثة أيام. ألقي القبض على ماجراي لاحقا في ذلك الشهر وأعيد إلى السجن. خلال اعترافه أوضح بأنه بمقدور القاتل وحده أن يعلم التفاصيل، أشياء مثل الزجاجة المكسورة وخط الهاتف المقطوع، حاملاً معه الدليل الذي لم تقم الشرطة بإطلاق العامة عليه نهائياً. كان هذا الاعتراف مذهلاً، لكنه لن يكون الأخير. آذار عام 99 في سجن رينوس الكائن في نيو برونسويك، المشتبه به في جريمة القتل موجود في السجن بسبب وفاة جوان ونينا هيكس. خلال انتظار المحاكمة أذهل المحققين باعترافه بجريمتي قتل غير مرتبطتين، جريمة قتل كل من روبرت آسولي وجيتن إيثر اللذين قتلا بوحشية قبل 8 سنوات في مونتريال. لكن لم يتوقف مايكل ماجراي عند ذلك، فقد أخبر رجال الشرطة بأنه المسؤول عن جريمة قتل في برونسويك. في عام 99 تلقيت مكالمة هاتفية من محقق هنا في مونكتون، وكان يتساءل فيما إذا كان لدينا جريمة قتل شاب اسمه مارك جيبونز.
كان هناك جريمة قتل غامضة، وقمنا بتوجيه الاتهام لشخص ما، وانتهت القضية من خلال نظام المحكمة، ووجد هذا الشخص غير مسلم. ذهبنا إلى سجن رينوس الذي يوجد به أقوى أنظمة الحراسة، وقابلنا السيد ماجري الذي قال: أريدكم أن تعرفوا شيئاً. كان هذا قبل نشر الاعتراف الحقيقي. قال: أنا لا أقوم بهذا لأنه ليس لدي أحاسيس أو لشعور بالذنب تجاه أي شخص ما. انتهت محادثتنا مع مايكل بحصولنا على اعتراف مفصل جداً، بحيث كان في الواقع الشخص الذي طعن مارك جيبونز وتسبب بوفاته. في سين جون في نيو برونزويك، كما يقول ماجري، في تشرين الثاني عام 87 اشترك مع مارك جيبونز ونورمان وورن لوضع خطة لسرقة تاكسي، لكن عندما ساءت الخطة هرب الثلاثة سيراً. كان وورن هو الأبطأ، فتركه ماجري وجيبونز بعد فترة قصيرة، وتوقفوا لالتقاط أنفاسهم بجانب منظمة الشباب المسيحيين. في ذلك الوقت أخذ ماجري سكيناً وطعن جيبونز في صدره طعنة واحدة تحت القلب مباشرة، وجعله يلثو على قدمه. كان ماجري منزعجاً لأن السرقة تعرضت للفشل، لكنه تحدث أيضاً عن أنه عندما قابل جيبونز لم يعجبه، فعرف بأنه سيقوم بعمل شيء له، لكنه لم يعلم بأنه سيقوم بقتله. ترك ماجري جيبونز يموت وذهب للقاء نورمان وورن. عادوا إلى المنزل وكانت صديقاتهم بانتظارهم، وبدأت الفتيات بالتساؤل: أين ذهب مارك؟ لكن عرض ماجري سكيناً مغطى بالدماء على الفتاتين وأعطاها للفتاة وطلب منها تنظيفها. بعد أن تم اعتقالهم، استخدم ماجري ماضي نورمان وورن العنيف ليلقي التهمة عليه بمساعدة الشهود. أخبر الفتاتين بأنه الشخص الذي قتل مارك، وأنه من الضروري أن تقفا إلى جانبه وألا تخبرا أحدا. تحدثت كل منهما لنا دون أن تورطا ماجري. لسوء الحظ كانت هاتان الفتاتان مدمنتان على الكحول والمخدرات، فقد كانتا تعانيان كثيراً من العنف خلال حياتهم. كانتا خائفتين من ماجري ومتأكدتين من أنه قد قتل شخصاً ما وبأنه سيفعل هذا بهما. كان اعتراف مايكل ماجري مفاجئاً للغاية، لكن يجب أن يربط ريد وشريكه كل شيء أخبرهم به المشتبه به. قام الشاهدان عندما عدنا وتحدثنا معهما بإخبارنا بكل شيء قام به، وقالوا بأنه من السهل جداً إخفاء جريمة القتل. خلال فترة بدء المحاكمة المتعلقة بمقتل جوان ونينا هيكس، اتهم مايكل ماجري أيضاً بقتل مارك جيبونز وكلا الرجلين في مونتريال. بدأت وسائل الإعلام باستخدام عبارة قاتل متسلسل عند التحدث عن مايكل وين ماجري. أنت لا تسمع هذا كثيراً في كندا. لقد كان بالتأكيد مثل رمي كرات الثلج. فقد كان ماجري يتعاون نوعاً ما مع وسائل الإعلام في العديد من الأمور ونشر معلومات تتعلق بجرائم القتل. كان الشيء غير الواضح هو الصلة التي تربط جرائمه مع بعضها البعض، فعادة يختار القاتلون المتسلسلون ضحايا من النوع نفسه. لهذا لا يوجد أي صلة واضحة بين جرائم القتل في مونتون وسين جون ومونتريال. 20 آذار عام 2000، بعد مرور سنتين على جريمة قتل جوان هيكس وابنتها نينا، قام ماجري البالغ من العمر 35 عاماً بمفاجأة قاعة محكمة مونتون عندما اعترف بقتل جوان هيكس. لم يرد أن يذهب إلى المحكمة، أراد أن يعترف بجريمة قتل الأم، ولهذا اتخذت الإجراءات أمام المحكمة واعترف بارتكابه تلك الجريمة. كان لديه بعض المشاعر بخصوص الذهاب إلى المحكمة، ولكن ليس بخصوص ما قام به. حينها وصف ماجري كيف قضى اليوم وهو يتعاطى المخدرات مع صديقه غلين بينيت. أخبرنا كيف أصبح لديه دافع لقتل شخص ما، أي شخص. ذهب ماجري وبينيت إلى منزل جوان هيكس. كانت صديقته في منزل والدتي في تلك الليلة.
وجاء وطلب من صديقته بأن تعود إلى المنزل، وأظن بأنها فعلت ذلك. ذهب إلى الحمام. وطلب من أمي مناديل الحمام. لهذا ذهبت أمي إلى الخزانة لتحضر له مناديل الحمام. وهناك قام بقتلها. علمت بأنه قام بخنقها وقطع حنجرتها بعد ذلك. رفض ماجراي في المقابل أن يعترف بقتل نينا هيكس. كان عنيداً بخصوص الاعتراف بأنه قتل الطفلة ذات 11 عاماً نينا. إن تخميني هو أن القاتلين الصغار يمضون أوقاتاً صعبة داخل الإصلاحيات، فهم أقل من البشر العاديين في نظر السجناء الآخرين. تهمة القتل من الدرجة الأولى المتعلقة بقتل جوان هيكس عقوبتها السجن مدى الحياة مع فرصة صغيرة لإطلاق سراح مشروط. قرر الادعاء تأجيل الإجراءات في جريمة القتل الثانية لإجراء المزيد من التحقيقات. كان الموقف صعباً جداً عندما وصلتنا الأخبار. كنت فخورة جداً بشيء واحد، سيسجن بتهمة القتل من الدرجة الأولى لأمي، لكن كأن نينا لم تكن أحداً ما. كان مايكل ماجراي متورطاً في 5 جرائم قتل مختلفة، لكن ما صدم الشرطة بشكل أكبر عندما علموا بإمكانية وجود المزيد. في 20 آذار عام 2000 اعترف بقتل جوان هيكس، وكان الشيء المفاجئ هو رغبته في الاعتراف ب3 جرائم طعن إضافية حتى الموت كانت إحداها قبل 10 أعوام. أثناء نقله إلى سجن رينوس في نيو برونسويك، أخبر ماجراي الشرطة بأنه يرغب بالاعتراف ب11 جريمة قتل أخرى في أرجاء كندا وفي سياتل وواشنطن، لكن في المقابل كان يريد حصانة ضد الادعاء ومساعدة طبية للسيطرة على الرغبة الشديدة للقتل. عندما رفضت الشرطة شروطه، لجأ ماجراي إلى وسائل الإعلام بما فيها وكالة الأنباء الوطنية والصحافة الكندية. أجريت معهم مقابلة لأكثر من 15 دقيقة، وقد أثار ذلك سخطي. أستطيع أن أتذكر استماعي إلى إجاباته والاستماع إلى طريقة حديثه بالتفصيل. لم يكن هناك أي هذيان، لقد أثار سخطي بالتأكيد بطريقة تحدثه بالتفصيل من دون أي عواطف، وكأنه يتحدث عن الذهاب إلى متجر البقالة وعن الأشياء التي اشتراها. إنه شيء أستمتع بالقيام به، وأعني أن هذه الجرائم لقد كانت فظيعة، أليس كذلك؟ الجميع يسألونني، كنت أشعر بتأنيب الضمير بخصوص الضحايا. أنا لست نادماً ولا أشعر بأي تأنيب للضمير. إن الشيء الوحيد الذي أندم عليه هو أن الأمر قد انتهى. لعدة مرات أثناء المقابلة تحدث ماجراي عن الرغبة الملحة للقتل وحاجته لإيذاء الناس لإشباع جوعه الداخلي. وصف ماجراي الذهاب من فانكوفر إلى هاليفاكس إلى المقاطعات التي يوجد بها المدمنون والساقطات المتجولات والشاذون، بحيث يكون الغرباء هدفاً سهلاً. إن ما نعرفه عن القاتلين المتسلسلين هو وجود نمط معين. هناك نوع محدد من الأشخاص الذين يقومون بقتلهم. في قضية مايكل وين ماجراي كان دافعه هو الرغبة بالقتل، فليس المهم بالنسبة له الأشخاص الذين يقتلهم. عند سؤاله عما يرغب الناس بمعرفته بالفعل وهل يوجد لديك ضمير، قال بأنه كان يصارع مع فكرة الضمير بمجملها. حاولت مضايقته ولم يضايقه ذلك، بحيث قال غالبية الموجودين ما هذا، كان ذلك شيء خارجا عن الطبيعة بالفعل. كما كان يبدو غريبا،
كان اعتراف ماجري التالي بمثابة قنبلة. قمت بسؤالي هل تعرف ما هي أول جريمة لك؟ فقال كانت جيلتوكر جينوفا سكوتشيا. كانت جيلتوكر فتاة في 17 وكانت معتادة على إيقاف السيارات على الطرق، وكان حظها السيء هو إيقاف مايكل ماجري ومرافقته في شاحنة. وقد أطلعنا على الأمر وشرح ما حدث بشكل مفصل. كنت أتولى القيادة أنا ورجل آخر، قمنا باستيحابها فقد كانت تقف بانتظار سيارة تقلها. توقفنا بعد ذلك ودفعتها من الشاحنة وطعنتها وتركتها. لم أتمكن من تذكر الكثير. أخذت نفسا عميقا، لكنني تنفست بعمق بسبب الطريقة الوحشية التي قتلت بها. خلال الشهرين القادمين اعترف بجريمة قتل من الدرجة الأولى لكل من روبرت أسولي وجيتن إيثر في مونتريال، وجريمة قتل من الدرجة الثانية في حادثة سرقة مارك جوبنز في سين جون. بعد مرور سنة وجهت إليه أخيراً تهمة قتل من الدرجة الأولى بحق نينا هيكس، بعد أن طلبت عائلتها رفع القضية من جديد على الادعاء. كتبت رسالة إلى المدعي العام، لهذا طلبوا منا الحضور، كانوا سيقومون بأخذه إلى المحاكمة لقضية نينا، لكنه حضر ولم يكن هناك أي محاكمة، ذهب فقط إلى جلسة الاستماع واعترف بأنه مذنب. بعد عدة أيام في قاعة المحكمة في هاليفاكس اعترف بجريمة عام 85 وهي قتل جيل توكر، بناء على اعترافه وأدلة الإثبات. قاموا باستجوابه بخصوص ما يعرفه، حيث تطابق مع الأدلة المادية الموجودة لديهم، لأنه لدى الشرطة معلومات غير منشورة. بناء على هذه المعلومات تقدموا ووجهوا تهمة القتل من الدرجة الأولى بحق مايكل ماجري. في المحكمة سمعت عائلة جيل توكر تفاصيل لحظات حياة الشابة الأخيرة. بعد أن رفضت مداعبتهما قام ماجري بسحبها من الشاحنة ومزق ملابسها، ثم طعنها عدة مرات عندما أثارت مقاومتها غضبه، وكيف قام هو وصديقه المجهول بسحب جثتها إلى الغابة. لم يكن لديهم دليل كاف على وجود شخص آخر، لذا فحسب ما قرأته أو حسب اعتقادي الشخصي لا أظن أن هناك شخصا متورطا بالموضوع غيره. حكم على ماجري مرة أخرى بالسجن مدى الحياة عند تتبع جرائمه الخمسة الأخرى. بالنسبة لوالدة جيل ماري ليك سيكون الطريق طويلاً ومؤلماً. بقيت أمها تحاول منذ عام 85 وحتى عام 2001 أن تجد قاتل ابنتها. كانوا قد يأسوا تقريباً لفترة طويلة، لكن مع الأدلة المادية بقي كل شيء موجوداً داخله. بعبارة أخرى كان مفتوحاً دائماً بسبب إصرارها. يقضي مايكل وين ماجري عقوبته الآن في مركز أتلانتيك للحراسة المشددة في رينوس نيو برونسويك، وقد ذكر أنه إذا كانت لديه الفرصة سيقوم بقتل حارس أو سجين ما، أي شخص يمكن أن يشبع رغبته بالقتل. من خلال تجربته الخاصة عرف محامي الدفاع عن ماجري ويندل ماكسويل بأن هذا ليس تهديداً فارغاً. ذهبت لرؤيته لمعرفة ما كان سيحدث في هاليفاكس، ووضعنا في غرفة المقابلة. بقيت هناك نصف ساعة أو أكثر قليلاً وأنا أتحدث معه، ثم غادرت بعدها. وعندما بحثوا عنه وجدوا سكيناً منزلية حادة. قال الحارس: مايكل، لماذا هذه السكين؟ فقال: كنت سأقوم بقتل ويندل، لو بقيت معه وحدنا فعلى الأرجح أنني لن أكون موجوداً معك في المقابلة اليوم. لهذا السبب أنا مقتنع تماماً بأن مايكل مضطرب عقلياً ولا يوجد لديه أي ضمير، فهو يتصرف بناء على رغبته.
لا يجلس ويقارن فيما إذا كان التصرف صحيحاً أم خاطئاً، إنها الرغبة فقط، وعندما ينتهي من ذلك لا يشعر بأي تأنيب للضمير. هكذا كانت طريقة مايكل بالتعامل مع هذه الجرائم. لا أظن أنهم تأكدوا بشكل دقيق فيما إذا ارتكب بالفعل جرائم 16 التي ادعى ارتكابه لها. بالنسبة لي هذا ليس بالشيء المهم، فالأعداد غير مهمة. إن العدد غير ضروري بالنسبة لعائلة جيل توكر ولا لعائلة هيكس التي فقدت ابنتها وحفيدتها. تعلم أن الأعداد بالنسبة لي ليس لها أهمية. لقد سلبني كل شيء، كل عائلتي. سلبني كل شيء، فقد كانت أمي ونينا كل عائلتي. لقد غير ذلك حياتي بأكملها، غير كل شيء. فأنت تعيش اليوم بيومه، وهم في ذاكرتك دائماً.